موقع استخبارات فرنسي بيقول جمال مبارك رئيسا لمصر، جمال مبارك المرشح المحتمل ضد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المزمع اقامتها في 2024، يعني السنة الجاية. موقع الاستخبارات الفرنسي بيقول لك ان جمال مبارك بيعتمد على الفشل الاقتصادي السيسي اغرق البلاد فيه. بالمناسبه بس انا مش هتكلم حتى على الاسعار، ولا هتكلم حتى فراخ الجيش واللجان الالكترونيه اللي بتتكلم عن فراخ الجيش اناء الليل واطراف النهار. فجاه توردت الخواطر للشعب المصري دفعه واحده، وبقت السكريبتات كلها بنفس الشكل كده، والاخبار كلها بنفس الشكل كده، والناس كلها كتبت نفس الجمل بنفس الكلمات بنفس الاحرف في نفس التوقيت في نفس اللجنه الالكترونيه. انا مش جاي اكلمك عن الوضع الاقتصادي ده، انا جاي اكلمك عن ما قال موقع الاستخبارات الفرنسي عن جمال مبارك يعتمد على الوضع الاقتصادي ده علشان يكون رئيس مصر في 2024. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن مصر بتعيش تردي أوضاع اقتصادية ما شهدتها مصر من يوم ما تسمت مصر. ما ندخل بقى أقول لك 7000 سنة، لا، من يوم ما تسمت دولة اسمها مصر، مصر بتعيش تردي في الأوضاع الاقتصادية وانهيار اقتصادي لا مثيل له في الوجود، تمام كده؟ لدرجة أن الصحف الأجنبية دلوقتي بقت تحط مصر ولبنان وسريلانكا على تراك واحد. خلاص احنا يعني مش على تراك واحد ان احنا هنبقى زيهم، لا، احنا حاليا بالوضع الراهن دون اعلان الافلاس احنا زيهم. طب بعد ما نعلن الافلاس، لا، احنا الحمد لله رب العالمين في حته بعيده جدا يعني، واحنا ما عندناش اتحاد منضم تحته. يعني ما عندناش اتحاد منضم تحته، يعني اليونان لما حصل فيها كده كان في اتحاد اوروبي والمانيا مدت الايد ورفعت اليونان شويه، انما احنا ما عندناش اتحاد. هتقولي لا، عندنا جامع الدول العربيه، عندنا اشقاء العرب، الاشقاء العرب بنفسهم اهو قالوا مش هندي سيسي حاجه ثاني. خلاص، وده على فكره اللي قاله الموقع الفرنسي. طيب موقع الاستخبارات الفرنسي ده طلع يتكلم عن ايه؟ يتكلم عن ان الفشل الاقتصادي اللي بيعيشه عبد الفتاح السيسي بيغذي طموح جمال مبارك كي يكون رئيس او يكون المرشح الاقوى في 2024 في السنه الجايه. الموقع اتكلم عن عده نقاط مهمه جدا، منها ان جمال مبارك التقى جونسون كوهين اللي هو السفير الامريكي في مارس 2022، يعني بعد ما حدث في اوكرانيا بحوالي شهر، وبدات مصر تنكشف اقتصاديا بقى، والسيسي واعلامه وقلاديشه يعلقوا اللي بيحصل في الاقتصاد ان بسبب اوكرانيا. في التوقيت ده جمال مبارك التقى بجونسون كوهين هو السفير الامريكي في القاهره، وكان معاهم هشام طلعت مصطفى. ده كلام الموقع الفرنسي مش كلامي انا. قال لك لما التقاهم جمال مبارك عرض فكره ان يكون هو البديل او يكون هو المرشح المحتمل لعبد الفتاح ضد عبد الفتاح السيسي في 2024. فالسفير كلمه، ده حسب كلام الموقع، السفير كلمه عن طيب المعونه العسكريه. ليه المعونه العسكريه؟ لان المعونه العسكريه امريكا بتدي الجيش المصري ما يقرب من مليار و300 مليون دولار حاجه زي كده، علشان الجيش المصري يكون اندر كنترول. يعني اندر كنترول زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين الجيش المصري كده، ترون تتاخد، صنافير تتاخد، نهر النيل يتاخد، مش عارف، هو اندر كنترول. جيش طيوب، جيش طيوب بيشوف كل حاجه بتحصل فيه، هو طيوب ساكت، طيوب، الا ان ما يبقاش جيش طيوب على الشعب. يعني ايه؟ يعني شوف الشعب يحكم، انزل يا جيش، مفيش حاجه اسمها الشعب يحكم. الجيش يبقى عنده عرق. يعني ايه عرق؟ مش عرق عزكم الله، لا، عرق الجيش يعني عرق التعب والشقة. طب المعونه العسكريه دي يعني معناها ايه؟ معناها جمال مبارك مدي المانفيستو ان انا مع اتفاقيه كامب ديفيد، وان انا مش عشان مدني وما كنتش عسكري يبقى الاتفاقيه، لا 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 لا، ده ابن انا ابن مبارك اللي اتربيت مع بابي 30 سنة في الحكم، منهم آخر 10 سنين أنا اللي بحكم مش بابي أصلاً. فجمال مبارك على فكرة، تعال نتكلم بجد وهنرجع للموقع الفرنسي تاني، جمال مبارك هو الأفضل أمام السيسي الأيام دي. الأفضل مش من ناحية الشعب ولا الأفضل من ناحيتنا إحنا، لا 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 لا، الأفضل من ناحية الإمارات، عنده توافق إماراتي، وده جمال مبارك اللي كنا علاقتنا بيه طيبة لمدة 30 سنة. فلطيف جدا جمال مبارك. وشوف جمال مبارك لما اعلنت عنه رفع العقوبات الاوروبيه عنه وردت امواله، خد بالك ان رفع العقوبات وردت امواله حسب الموقع الفرنسي اصلا تم استرجاعها لجمال مبارك بعد اللقاء بالسفير الفرنسي بشهر. يعني التقى السفير الفرنسي النهارده، زي النهارده بعد شهر جمال مبارك اترفعت عنه كل العقوبات الاوروبيه والامريكيه ورجعت امواله كلها زي ما هي، تمام؟ جمال مبارك لما اعلن رفع العقوبات عن والده وعن الكلام ده كله، كان الفيديو اللي سجله وظهر امام حضراتكم بالشكل ده، لو تفتكروا الفيديو ده، الفيديو ده سجله في الامارات، يعني اصلا هو سجله مش جوه مصر، هو مسجله وهو في الامارات. فجمال مبارك عنده رضا من الامارات شديد جدا، ومن السعوديه برضه عشان تبقى عارفين. يعني السعوديه اصلا اي حد واي رئيس كان عليه ثوره في الربيع العربي السعوديه اللي كانت بتستضيفه، يعني زي بتاع تونس وزي بتاع اليمن، كان كل السعوديه اللي استضافت كل الدول عندهم يعني. وعلى فكره السعوديه عرضت ان تستضيف مبارك كمان، بس طبعا الجيش كان نهي امر ان يبقى مبارك موجود عشان فكره التوريث لجمال المقصد يعني.
فجمال مبارك عنده توافق سعودي خليجي موجود معاه، يعني سعودي اماراتي موجود معاه، فدي ميزه لجمال مبارك. الميزه الثانيه بالنسبه لاسرائيل، اسرائيل شايفه ان ده واحد هيحول دون ان يحدث ثوره في الشعب. ليه؟ لان خلينا نتفق او تختلف، جمال مبارك القاعده الشعبيه العظمى من الشعب المصري الغلابه، كل شويه ما يحصل له ارتفاع اسعار زي بتاعه المترو من يومين يرد يقول لك ايه؟ الله يرحم ايامك يا مبارك. جمال ده كان هو اللي مدور، جمال هو اللي حبيب. شعب طيوب غلبان، طيوب طيوب، ما بيعرفش يختار غير بين السيء والاسوء، يعني هو ما عندوش فكره ان ده سيء نختار الافضل، لا، سيء نختار الاسوء. الحمد لله رب العالمين. ففكره ان جمال مبارك، يعني جمال مبارك شفته لما حصل اللي حصل مع فريد الديب المحامي، وجمال مبارك نزل للعزاء بتاع ديب فريد الديب، شوف جمال مبارك لما نزل الشارع الناس الشعب المصري استقبلوا استفتاء استقبال الفاتحين، على فكره اللي قال كده الموقع الفرنسي كمان، وقال ان نزوله في الشارع بالصور لامام حضراتكم دلوقتي وتذكروها قبل 11/11 خلت السيسي في حاله قلق، لدرجه ان طلع مع يوسف الحسيني وقال ليوسف انا قلقان يا يوسف. فاكرين الموقع الفرنسي اللي قال كده ليه؟ لان جمال مبارك عليه رضا اماراتي سعودي ومن دون تاتش. بمعنى ايه دون تاتش؟ يعني شوف السيسي في الفتره الاخيره رضى مين؟ رضى كذا حد الا جمال مبارك، في كتله ممنوع تلمسه. على فكره جمال مبارك هو الانسب لاسرائيل. ليه؟ قعد 10 سنين بيحكم اخر 10 سنين في مصر في حكم ابوه، ما جاش ناحيه اسرائيل ولا جه ناحيه الكلام، يعني من الاخر هو شخص مدني ممكن يحدث عليه توافق من الشعب المصري، في المقابل السيسي بقى يمشي والازمه الموجوده والاقتصاد والطرق ده كله ينفتح شويه شويه، فنحول دون ان يحصل ثوره في الشعب المصري، ثوره من الشعب المصري تجيب واحد مش على رضانا. لا، جمال مبارك قال للسفير الامريكي في اللقاء اللي جمعه مع هشام طلعت مصطفى انا اندر كنترول، ايام اندر كنترول، فقالوا له خلاص ماشي، فتم رفع العقوبات عن جمال مبارك. طبعا ممكن حضرتك تقول لي لا جمال مش الاقدر، احنا عندنا معارضه مصريه، مفيش معارضه مصريه لا خارج مصر ولا داخل مصر. داخل مصر هتكلمنا عن معارضه زي حمدين صباحي وخالد داوود، اللي هو خالد داوود ده السيسي رمى اهله في السجون، واول ما خرج خالد داوود قال ما عندناش معتقلين. يبقى انت بتكلمني عن مين معارضه؟ هتقولي لا لا يا عبد الرحمن في معارضه مصريه بره مصر. مين؟ مين؟ في بعض الناس ممكن تقول لك اتحاد القوى الوطنيه واللي بيتزعمه الدكتور ايمن نور، صح كده؟ طب يا جماعه اتحاد القوى الوطنيه ده في لفيف من المعارضه المصريه الخارجيه من الاخوان والجماعه الاسلاميه والاحزاب الليبراليه، وكان والناس اللي كانوا في اعضاء مجلس الشعب 2012 اللي هم الاخوان، في لفيف كبير جدا من الناس المحترمه جدا جدا في الـ في الـ في الاتحاد ده. بس الاتحاد ده وضعه السياسي صفر وعلى الشمال، يعني هو مش صفر وموجود على اليمين، ده صفر وعلى الشمال. قوته السياسيه 5 اصفار على الشمال. الضغط بتاعه السياسي وكمعارضه لا يوجد، غير موجود، خارج نطاق الخدمه. هضرب لك مثال بسيط جدا بس من غير ما تتشد علينا كده، موضوع بسيط جدا اهو. اتحاد القوى الوطنيه ده موجود فين؟ مش في اسطنبول؟ طيب اللي بتفعله تركيا الان مع مصر من تقارب واتحاد القوى الوطنيه ده على الشمال ومش عارف وقف ايه واعمل ايه وما تتكلمش وتقول ايه، فين؟ فين قوتك؟ فين قوتك من قطر؟ يعني احنا كان قطر وتركيا من الدول الحليفه جدا 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 لثورتنا ومن الدول الحليفه جدا جدا للمعارضه، صح كده؟ صح كده؟ طب تمام، فين بقى الوضع ده دلوقتي؟ مش موجودين. ليه؟ لان انت كل يوم بتخسر 0-0 كمعارضه خارجيه، صفر، انت ما اكتسبتش ليك اي ارضيه في اي مكان في اي حته، صح كده؟ صح كده. فيبقى المقصد بس ما الناس ما تقولش لا ما هو في معارضه ومش عارف في حد ينزل قصاد، ما فيش حد حاليا، يعني المعارضه للاسف الشديد هي خلاص بره مصر. انا بكلمك على بره مصر، شوف انا قلت لك على حمدين وخالد داوود في عجاله كده، ليه بقى؟ انا بكلمك على حاجه اللي انا لامسها وماسكها وشايفها يوميا. المعارضه بره مصر مع كامل احترامي طبعا والتكتل اللي هم عاملينه، يعني ممكن لو هنعمل مراجيح مولد النبي نشوف موضوع مراجيح مولد النبي ده معاهم يمسكوه، بس مش كتير، يعني انا بس بوريك الوضع، انا عايش وسطهم وشايف الوضع. مفيش يعني قوه سياسيه لها مني كل الاحترام عن الشباب، عامل الشباب الخارجي، الشباب اللي بره مصر في حاله نفور شديد جدا 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 منهم. فانت تيجي تقول لي على اللي في مصر، لا يمكن طبعا، الوضع صعب جدا يعني. المهم بالنسبه بقى للموقع الفرنسي اللي نرجع له تاني، اتكلم عن اللقاء اللي جمع جمال مبارك بالسفير الامريكي، والسفير الامريكي قال له كده، قال له هنناقش القياده الامريكيه، والقياده الامريكيه ما هي الا بضع شهور بضعه ايام وتم رفع العقوبات عن جمال مبارك. ركز بقى في الحته دي، المشهد بتاع جمال مبارك وكلام مبارك عن تردد الاوضاع الاقتصاديه، وان جمال مبارك ابن مبارك بقى، بقول لك اخر 10 سنين هو اللي بيحكم،
بيتكلم عن فكرة ان هو من يعني من السهل على جمال مبارك ورجال الاعمال اللي موجودين ايام مبارك. قال لك هيرجعوا للساحة، قال لك هيرجعوا للساحة رجال الاعمال بتوع ايام مبارك، هيرجعوا للساحة تاني اللي هو السيسي، صح كده؟ طيب قال لك ان احنا نستطيع ان احنا نحسن الاوضاع الاقتصاديه في خلال مده زمنيه محدوده جدا. ده جمال مبارك. عشان كده كان هشام طلعت مصطفى حضر الاجتماع بحسب الموقع الفرنسي. الموقع الفرنسي كمان اتكلم عن ان النظام الحالي، النظام الحالي ما تركش اي حد، ما تركش اي مسافه تماما لرجال الاعمال. وذكر مين؟ ذكر صفوان ثابت وابنه سيف صفوان ثابت، اللي هو قال لك ان السيسي بيحاول يوري المجتمع الدولي، المجتمع الدولي، ان انا خلاص الضغط اللي عاملنا على رجال الاعمال انا بنسحب خطوه للخلف اهو، ومش هيحصل اي حاجه من الشارع المصري بسبب تردد الاوضاع الاقتصاديه، انا رجعت خطوه ورجال الاعمال هي اللي بتتصدر. عشان كده نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط خرج وقال لك ايه؟ قال لك احنا بنطالب السيسي بقى الشركات اللي انت عرضتها للبيع، من اللي هم 33 شركه هيتم عرضهم للبيع و34 فندق، يعني 67 هيئه مصريه معروضه للبيع. وطلع مصطفى مدبولي عرضهم للبيع على فكره، والكلام ده حقيقي يعني، وانا عرضتها لحضراتكم في فيديو سابق، اسماء الشركات والفنادق اللي هتتباع، 67 شركه وفندق. البنك الدولي قال للسيسي قبل ما تعلن بيع هذه الشركات اعلن ما عليها من ديون الاول، عشان كده تاخر بيع هذه الشركات. ليه؟ لان الشركات دي كلها مديونه، بمعنى ان السيسي دلوقتي دي شركه، ده فندق هيتباع، الفندق ده او الشركه اللي هتتباع دي عليها ديون وليكن 100,000 دولار مثلا، فهو هيجي يبيعها هيقول له لا والله ده الشركه دي ده سعرها يعمل 100,000 دولار، ايوه يعني انا هشتريها بديونها، يعني ايه؟ يعني هتيجي تاخد تدخل على فندق كبير قوي، جميل كويس، ده عليه ديون قد كذا، خلاص انا سد الديون وبقى بتاعي. طب واللي دخل خزينه الدوله؟ صفر. فبالتالي استمرار في تردي الاوضاع الاقتصاديه، وبالتالي مفيش عند السيسي اي سيوله نقديه من الدولارات، تمام؟ فهو الموضوع ده مستمر. عشان كده لما اللقاء اللي جمع السفير الامريكي مع جمال مبارك كان محيط النقاش كله عن فكره خروج مصر من الوضع الاقتصادي اللي هي عايشاه. فهل بعد القصه دي كلها جمال مبارك رئيسا لمصر 2024؟ برجعنا كام سنة؟ 12 سنة للخلف من أيام ثورة يناير، كأننا ما عملناش حاجة. الأمر متروك لله عز وجل. السلام عليكم.